بالتفصيل، بس خلينا نشوف شرطة الصحة. رح نرافق شرطية الصحة فرح العلمي خلال زيارتها أحد أصدقاء المرضى في مدينة الشيخ خليفة الطبي. مرحبا، كيفك فرح؟ شو جاي تعملي هون؟ جاي أزور مريض والله. وإنتي؟ وأنا عندي مريض كمان جاي أزوره. بس شو اللي جايباه هذا؟ مش معقول. هاي هدايا للمريض. طيب أنتِ عارفة إنه في قوانين وقواعد معينة لما تزوري المريض المفروض تتبعيها؟ ليه جاي بوقت غلط؟ كمان ممكن تكوني جاي بوقت غلط، يعني في دائما مواعيد معينة لكل عنبر، فحسب وين مريضك نايم باي عنبر المفروض تتبعي المواعيد. ففي منهم ما فيك تيجي وقت الغداء مثلا. فخلينا ندخل ونشوف. يلا. طبعا الشيء الثاني انه الاهل مش المفروض يجيبوا اطفالهم على المستشفى. واذا كان في ضروره لازم يتاكدوا انه المريض ما عنده عدوى، وبنفس الوقت يحضروا الطفل نفسيا لشو بيستناهم بالمستشفى. طيب وكمان الالعاب مثل هالنوع مش كويسه ومضره. ليه؟ اذا كان المريض عنده امراض صدريه او ربو ممكن تاذيه، وبنفس الوقت هاي بتنتقل الجراثيم والعدوى فيها وبتلقطها. فممكن انها حتى لو اخذتها على البيت تمرض بعديها. شامل كثير في روائح قويه وعطور عم بيستخدموها العالم. هالشيء كثير غلط، خصوصا للمرضى اللي عندهم امراض بالامراض التنفسيه او بالصدر او بالرئه، هاي بتكون كثير مؤذيه لهم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شكلك اليوم شكلك حلو. مثل ما توقعت يا زينة، جايبة شوكولاتة لمريض. المرضى المفروض بالمستشفى بيكون على حمية غذائية، بدل ما تجيبي له حلو وشوكولاتة ممكن يأثروا عليه، جيبي له مثل شيء مثل هيك، يعني مجلات، كلمات متقاطعة، شيء يتسلى فيه هو بالمستشفى. إلا إذا كان عامل طبعا عملية بالعينتين تنتين ممكن تجيبي له شيء يسمعه مثلا، بدل الأكل مش صحي. صح مظبوط. يوم عفيفة. وليش قعدتي هون؟ هالشي ممكن يكون مؤذي لإله كمريض، يعني ممكن يتضايق. أي كرسي وعندي جنبه هون. هيك أحسن. معك حق. كيف حالك؟ قد إيه ضايق لازم تطلع من المستشفى؟ يومين. كيف حالك؟ إن شاء الله. مش المفروض تدخلوا أنت بتحكي بالموبايل على مريض. إذا كان عنده معدات طبية أو مريض ومركب جهاز بطارية للقلب، الحلوي بضره، فالمفروض يكون دائماً مطفي. وإذا اضطريت أنك تستخدمه احكي بهدوء على القليلة، يعني سمعناك صوتك كثير عالي. سلامتك شيخ، ما عليك شغل إن شاء الله، شرطوم بالسلامة. طيب يومين بطلع إن شاء الله. زينب بدك تستخدمي الحمام؟ هالشي كثير مضر، المفروض أنك تستخدمي الحمام العام. حمام المريض ممكن يصير فيه انتقال عدوى. وبنفس الوقت انت عارفه النظافه من الايمان، فالمفروض تيجي على المستشفى وتنظيفها واوعي تنظيفها، وبنفس الوقت ما تكوني مريضه لما تنتقل العدوى للمريض. هدف زياره المريض هو الترفيه عنه وابعاد عنه همومه. باذن الله هتم بلا انفعال، احسن من نروح، تاخرنا. يلا يلا الحمد لله على السلامه. باي باي.